السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنقف على مشروع الفندق، فندق جولدن تيوليب اللي انتهت الأشغال به في المدينة الجديدة نتاع وهران، واللي يعني شوفوا الهندسة جميلة يعني حديثة، تنضاف إلى العروض الفندقية لمدينة وهران، وكذلك يعني تساهم في هيكلة نسيج العمراني للمدينة بصفة عامة. إذن نخليكم تتابعوا وتتعرفوا على هذا الفندق الجميل الذي انتهت الأشغال به، والسلام عليكم.